اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 1 اللي بعنوان reviewing what was studied about fractions. الدرس بتاعنا النهارده هنراجع فيه الفراكشنز. طيب الفراكشنز بمعنى ايه؟ كان معناها ايه الفراكشنز؟ كلمه فراكشنز معناها اجزاء او كسور. طيب الاجزاء دي جايه منين؟ جايه من ان انا بيكون عندي هول 1 1 كامل، ال1 ده بقسمه او بجزئه. طيب مثلا هنا ال1 انا قسمته قد ايه؟ قسمته لجزئين. طالما قسمناه لجزئين بنكتب الجزئين دول تحت كده، والجزء اللي انا هاخده بنكتبه ايه؟ بنكتبه فوق. يبقى انا لما اشوف 1 over 2 دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا عندي 1 هول 1، الهول 1 ده قسمته 2 بارتس وانا خدت 1 بارت، والفراكشن ده بنسميه ال1 هاف، يعني النص، خدنا النص. طيب نيجي نبص على الفراكشن ده او الجزء ده، ايه اللي حصل للهول 1؟ الهول 1 قسمناه اربع اجزاء 4 بيسز، وطالما قسمناه ل 4 بيسز بنكتب عدد التقسيمات تحت، يعني هو متقسم ل 4. طيب ايه ال1 ده بقى؟ ال1 ده الجزء اللي انا خدته، يعني لما اشوف 1 divided 4 اعرف ان الهول 1 متقسم اربع اجزاء واحنا خدنا منه just 1 part، وده بنسميه 1 quarter. طيب نيجي نبص هنا الهول 1 متقسم كام جزء؟ احنا هنا مش شايفين، لكن انا شايف هنا 8، افهم ايه من ال 8 دي؟ افهم ان كلهم 8، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. طيب احنا واخدين منها كام؟ 1 2 3، عشان كده كتبنا هنا ايه؟ 3. يبقى الهول 1 ده متقسم 8 بارتس واحنا واخدين جاست 3، والفراكشن ده بنسميه 3/8. طيب هل في اسماء متفقين عليها عن الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت؟ يعني ده ليه اسم وده ليه اسم؟ اه في اسماء احنا واخدينها قبل كده وعارفينها. ايه هي؟ الجزء اللي فوق بنسميه النيومريتور، واللي تحت بنسميه الدينومينيتور. يبقى انا لو عندي فراكشن، الفراكشن ده هيبقى متكون من نيومريتور وبيتكتب فوق ودينومينيتور وبيتكتب تحت. طيب مين اللي يهمني اكتر، الدينومينيتور ولا النيومريتور؟ لا طبعا الدينومينيتور يهمني اكتر، لاني بعرف منه الهول 1 متقسم كام بارت. طيب والنيومريتور ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن عدد البارتس اللي احنا هناخدها من الدينومينيتور. نيجي نشوف جزئية تانية خدناها قبل كده اللي هي الـ equivalent fractions. كلمة equivalent يا أولاد يعني مكافئ أو متساوي، يعني الأجزاء المتساوية أو الكسور المتساوية. زي إيه الـ equivalent fractions دي؟ لما نيجي نبص للرسمة دي كده، ده fraction اسمه إيه؟ 1 over 2. طيب والفراكشن ده اسمه إيه؟ اسمه 2 over 4. ليه؟ أنا عندي الـ whole 1 متقسم 4 وأنا واخد 2. لما نيجي نبص على الفراكشن ده ال 4 over 8، يعني انا مقسم الهول 1 ل 8 بارتس واحنا واخدين منهم 4. لو انا شفت الاجزاء اللي انا خدتها من الفراكشن ده والفراكشن ده والفراكشن ده هلاقيها قد بعض بالظبط. يعني ايه؟ يعني الجزء ده كله قد الجزء ده كله قد الجزء ده كله. هتيجي تقول لي ازاي يا مستر؟ ده انت هنا مكتوب 1 وهنا مكتوب 2 وانا هنا خدت 1 وانا هنا واخد 2. يبقى طالما انا واخد 2 يبقى انا واخد اكتر. اقول لك لا، خد بالك ال1 ده شكله كبير لكن ال2 دول حتتين صغيرين. يعني مثلا لو انا قلت لك هنا كده 1 over 4، ال1 over 4 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء ده بس، الحته دي بس كده. ملاحظين ايه في ال2 fractions اللي عندي؟ هنا في 1 اهو وهنا في 1 اهو. هل معنى كده ان الفراكشن ده قد الفراكشن ده؟ انا هنا واخد 1 بارت وهنا واخد 1 بارت. خدوا بالكم يا اولاد ال1 ده كبير اهو، القطعه بتاعته كبيره، لكن ال1 ده القطعه بتاعته صغيره. يعني انا لو جيت قسمت البيتزا دي مثلا ل 10 بارتس ورحت قايل لواحد فيكم كده انا هديك 1 اوفر 10، يبقى هو كده خد حته كبيره ولا حته صغيره؟ لا طبعا خد حته صغيره، لان ال1 ده جزء من 10 بارتس. يبقى كل لما الدينومينيتور يزيد ال1 من النيومريتور بيبقى مقداره صغير.
زي هنا بالظبط كده ال1 اوفر 2 وال1 اوفر 4، القطعه دي كده اقل من القطعه دي كده. طيب نرجع تاني للجزء بتاع الايكوفالنت فراكشن، عايزين نفهم ان انا عندي ال1 اوفر 2 هي هي ال2 اوفر 4 هي هي ال4 اوفر 8. طيب ازاي نجيب الايكوفالنت فراكشن؟ انا عندي الفراكشن الاصلي اهو، نلاحظ ان احنا لو عملنا فوق تايمز 2 يديني 2، ولو عملنا تحت تايمز 2 يديني 4. كذلك عشان اوصل لل4 اوفر 8 عملنا لل1 تايمز 4 وعملنا لل2 تايمز 4. يبقى الايكوفالنت فراكشنز بنجيبها ازاي؟ بنجيبها عن طريق ان انا اعمل مالتيبيكيشن اور ديفيجن. يعني برضو انا ممكن لو جالي 2 اوفر 4 وعايز الايكوفالنت بتاعه ممكن نقول ديفايدد 2 يديني 1 وال4 ديفايدد 2 يديني 2. اقدر برضو اوصل الايكوفالنت فراكشن. طيب الحاجات دي كلها طبعا هنتدرب عليها في الاكسرسايزز تماما فما تقلقوش. نيجي نشوف جزء تاني بنشرح فيه الايكوفالنت فراكشن. عندي الايه قطعه الشوكولاته دي احنا واخدين منها قد ايه؟ هنا اهو 2 بارتس، ادي 1 بارت وادي انذر ايه؟ وادي انذر بارت. نفس القطعه دي هي القطعه دي بس متقسمه بشكل تاني. لو جيت انا اديت لواحد الجزء ده يبقى انا اديته قد ايه منهم؟ اديته 4 فروم ال8. وهنا اديته كام؟ اديته 2 فروم ال4. لما نيجي نشوف في الحقيقه هو خد قد ايه؟ هو هنا واخد قد هنا بالظبط. يبقى معنى كده ان 2 اوفر 4 دي ايكويفالنت لل4 اوفر 8 او بتكافئ ال4 اوفر 8 او هما الاثنين قد بعض. يبقى الفراكشنز المتساويه ما بنقولش عليها ايكوال فراكشنز، بنقول عليها ايكويفالنت فراكشنز. بتيجي ازاي؟ ان انا اعمل مالتيبيكيشن، يعني ال2 ديت اللي هما ال2 بارتس دول عملنا لهم تايمز 2 يعني قسمنا لكل واحده ل2 اصبحت 4، وال4 بارتس دول كلهم لما عملنا لهم تايمز 2 اصبحوا 8 بارتس. طيب نيجي نبص على الفراكشن ده، ده عباره عن ايه؟ 1 2 3 4، ده 4 فروم 8. لو عملنا ديفايدد 4 يديني هنا 1، ولو عملت ال8 ديفايدد 4 يديني 2. يبقى انا قدرت اوصل لشكل فراكشن تاني بيعبر عن نفس الجزء الايه اللي انا خدته. يبقى ده بسميه ايكويفالنت فراكشن. يبقى ال1 اوفر 2 وال4 اوفر 8 وال2 اوفر 4 كلهم ايكويفالنت فراكشنز. تعالوا مع بعضينا نفتكر جزئيه تانيه كانت مهمه قوي وخدناها قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي ازاي نعمل سمبليفيكيشن الفراكشنز. يعني ايه سمبليفاينج ذا فراكشنز؟ كنا بنعمل ايه في الجزء ده؟ لو انا عندي فراكشن 4 اوفر 12 والطلب مننا ان احنا نخليه في السمبلست فورم، بنعمل ايه؟ نروح نبص على الفور ونشوف الفور دي عباره عن ايه؟ الفاكتورز بتوعها عباره عن ايه؟ عباره عن 1 تايمز الايه؟ تايمز الفور. طيب ال 12 الفاكتورز بتوعها في عندي 3 تايمز الايه؟ تايمز الفور. نلاقي انا عندي هنا الفاكتور ده والفاكتور ده زي بعض، يبقى انا ممكن اعمل ديفيجن اوفر 4. الديفيجن اوفر 4 هيعمل ايه؟ الفور دي هتروح من هنا وهتروح من هنا ويبقى ال1 اوفر 3. يبقى ايه اللي احنا بنعمله واحنا بنعمل سمبليفاي؟ اي كومون فاكتور موجود على طول بنعمل له ريموفنج. طيب لو جالي 14 ديفايدد 21، هي ال14 دي جواها ايه؟ مش جواها 2 تايمز ال7 وال21 ده مش جواها 3 تايمز ال7؟ يعني ال7 موجوده هنا وموجوده هنا، يعني ال7 از ا كومون فاكتور بين ال14 اند ال21. يبقى ممكن نعملها ريموفنج من هنا ومن هنا. لو عملنا ديفايدد 7 يبقى ايه؟ يبقى 2 اوفر 3. يبقى في عمليه السمبليفيكيشنز احنا بنشيل الكومون فاكتورز اللي موجوده ما بين النيوميريتور والدينومينيتور. طيب عايزين نعرف دلوقتي ليه في اي مساله يقول لنا طلع الحل في السمبلست فورم، هات الفراكشن في السمبلست فورم. ايه حكايه السمبلست فورم دي؟ اشمعنى دايما السمبلست فورم اللي بتطلب كتير؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعالوا شوفوا الاكزامبل ده. هنفرض ان انا عندي البيتزا دي، والبيتزا دي رحت مطلع منها السلايسز دي كده، السلايس دي كده والسلايس دي كده والسلايس دي والسلايس دي، ورحت مديها لك.
وقلت لك خد كده نصيبك من البيتزا دي. انا مدي لك القطع مترتبه في الطبق بالمنظر ده بالظبط. اول حاجه انت عايز تعرفها، انا عايز اعرف نصيبي قد ايه، هو انا خدت قد ايه؟ انت هتشوفهم 4 وهم كلهم 8، يبقى انت هتقول انا كده خدت 4 اوفر ال 8. انت هتقول كده، لكن مخك هيعمل ايه بقى؟ مخك هيعمل كده، هياخد القطعه دي هيرتبها هنا كده، وهياخد دي كده ويرتبها هنا كده، وهياخد دي ويرتبها هنا كده، وهياخد دي ويرتبها هنا كده. ده اللي هيعمله مخك. يعني انت الطبق هتشوفه كده، مخك هيقوم على طول مرتب القطع بالمنظر ده، وعينيك اول ما تشوف المنظر ده على طول تترجم ان انت واخد 1/2. يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى انت بتشوف ال 4/8، واللي بيحصل ان انت مخك بيشتغل ويبتدي يرتب القطع دي بالمنظر ده، واول ما يجي المنظر ده عينيك تشتغل وتفهم ان انت واخد ال 1/2. يبقى ما معنى كلمة simplest؟ هو احنا بنحطها في simplest form لمين؟ احنا بنحطها في simplest form لعنينا ومخنا، لان عنينا ومخنا بتفهم الفراكشنز اللي فيها النمبرز القليلة. يعني لو عندي 2 equivalent fractions اللي احنا نفهمه بسرعة الفراكشن اللي النيوميريتور فيه والدينوميريتور بتكون فيهم النمبرز قليلة. يبقى احنا ليه بنحب simplest form؟ علشان بنفهمه بسرعة. تعالوا مع بعضنا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ازاي نعمل comparing between two fractions of the same denominator. يعني لو عندي الفراكشن 6/7 وعندي فراكشن 5/7، مين فيهم الكبير؟ يعني لو جيت اديتك دلوقتي 6/7 واديت واحد تاني 5/7، انا مدي مين اكتر؟ نفهم ازاي؟ انا عندي بيتزا متقسمة 7 بارتس، وانا خدت 6 بارتس from 7، ونفس الحجم بتاع البيتزا دي قسمته 7 بارتس لكن خدت 5. يبقى انا فين الفراكشن اللي خدت فيه اجزاء كتيره؟ الفراكشن ده. يبقى ال 6/7 جريتر ذان ال 5/7. يبقى اول قاعده عندي، لو عندي 2 فراكشنز والدينومينيتورز فيهم زي بعض، يبقى اللي النيوميريتور بتاعه كبير هو الكبير. طيب لو عندي 2/3 و 5/6 نعمل ايه؟ الفراكشن ده اجيب له الايكويفالنت فراكشن بتاعه اللي نخلي فيه الدينومينيتور ب 6 عشان نعرف نقارن. ال 3 ازاي اخليها 6؟ اعمل لها تايمز 2. وعلشان الفراكشن ده يبقى ايكويفالنت لده، لازم اعمل برضو لل 2 دي تايمز ايه؟ تايمز 2. تبقى كام؟ تبقى 4/6. يبقى ال 2/3 لو جات لي كده وال 5/6 ما ينفعش اعمل ما بينهم كومباريزون. ليه؟ علشان الدينومينيتورز مش زي بعض. يبقى في الاول نخلي الدينومينيتور زي بعض وبعد كده نقارن. هنا 5/6 وهنا 4/6، يبقى مين الكبير؟ طبعا 5/6. نيجي للجزء اللي بعد كده، ازاي نعمل comparing between two fractions وهما الاثنين ليهم نفس النيوميريتور. هفكركم بحاجه، لما قلت لكم 1/2 و 1/4، هنا النيوميريتور زي النيوميريتور، لكن ده 1 وده 1، لكن مين القطعة الكبيرة؟ القطعة الكبيرة دي، عشان دي 1 from 2، فالقطعة دي أكبر من القطعة دي. يبقى لما يكون الـ 2 numerators زي بعض، نروح نبص على الدينومينيتور. الدينومينيتور الصغير، يبقى الفراكشن كله بتاعه هو الكبير. يبقى the smaller the denominator, the greater the fraction. كل لما نلاقي الدينومينيتور صغير وعندي نفس النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. يعني 4/5 و 4/7، مين الفراكشن الكبير؟ عندي 5 وعندي 7، يبقى الفراكشن ده هو الكبير. عندي 5 و 5 نفس النيوميريتور وعايز اقارن، اللي ليه دينومينيتور صغير يبقى هو الكبير. تعالوا نشوف مع بعضينا ازاي كنا بنعمل ادنج لتو فراكشنز هما الاثنين ليهم نفس الدينومينيتور. الموضوع كان سهل خالص. يعني لو جالي 3/10 بلس 4/10 كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه كنا بنعملها ولازم ناخد بالنا منها، ان الدينومينيتور ما بنغيروش. يعني هنا 10 هنا 10، الريزلت بتاعتي او الانسر بتاعتي الدينومينيتور هيفضل زي ما هو 10. وبنعمل ايه في النيوميريتور؟ بنعمل اديشن للنيوميريتور ده مع النيوميريتور التاني.
يبقى 3 بلس 4 ايكوال 7. يبقى 3 اوفر 10 بلس 4 اوفر 10 ايكوال 7 اوفر 10. القاعده بسيطه جدا، نعمل ادنج للتو نيوميريتورز. طيب نفرض ان انا جالي 1 بلس 1 اوفر 3. 1 بلس 1 اوفر 3 نعملها ازاي؟ دايما لما يكون في عندي 1 اروح ابص على الدينومينيتور بتاع الفراكشن التاني، لقيناه كام؟ لقيناه 3، على طول نحول ال1 ل3 اوفر 3. هي مش 3 اوفر 3 يديني 1، تمام، بس ليه خدناها 3؟ عشان الدينومينيتور ده 3. يبقى 3 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3 تديني 4 اوفر 3، ده ما بنغيروش، نفس الدينومينيتور بنسيبه. طيب نفرض جالي 1 بلس 2 اوفر 5، نعمل ايه؟ ال1 ده نعمل فيه ايه؟ نروح نبص على الدينومينيتور نلاقيه 5، يبقى نخلي ال1 5 اوفر الايه؟ اوفر ال5، عشان يبقى زي ده. يبقى بلس 2 اوفر 5 يديني كام؟ يديني 7 اوفر الايه؟ اوفر ال5. يبقى ال1 فيه ميزه ان انا ممكن احوله لاي دينومينيتور انا عايزه، اخلي النيوميريتور والدينومينيتور نفس النمبر. ده بالنسبه للاديشن. طب بالنسبه للسبتراكشن، السبتراكشن نفس الكلام، بسيب الدينومينيتور زي ما هو والنيوميريتور اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ماينس. يعني 6 اوفر 7 ماينس 2 اوفر 7، ال 7 نكتبها تحت زي ما هي، و6 ماينس 2 ايكوال 4، وكذلك ال1 بتعامل معاه حسب الدينومينيتور الثاني. هنا 4 يبقى 4 اوفر 4، هنا 5 اخليه 5 اوفر 5 واعمل الماينس عادي خالص. كده يبقى احنا خلصنا الريفيجن السريعه عن الحاجات اللي احنا كنا واخدينها قبل كده في الفراكشنز. دلوقتي هنبتدي نحل مع بعضينا مجموعه كبيره من الاكسرسايزز علشان ناكد على الجزئيه دي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. مبدئيا احب اوجه كلامي للسادة اولياء الامور اللي بيتابعوني او بيدرسوا الاولاد، لازم التايمز تيبلز تكون محفوظة كويس جدا. بدون التيبلز هيبقى المنهج صعب. تقريبا الترم كله هيعتمد على الملتبليكيشن تيبلز، عشان كده اتمنى من السادة اولياء الامور ان هم يحفظوا اولادهم التيبلز. انت حفظوا التيبل ومالكش دعوه بيه، سيبهولي بقى انا هقدر اتعامل، يبقى انت كده بتجهزهولي اقدر انا اشتغل معاه. لكن في عدم وجود حفظه للتيبلز انا شرحي مش هيقدر هو يستوعب معايا الكلام بسرعه. انا هتكلم هو مش هيستوعب، على بال ما يستوعب اكون انا اتنقلت لنقطه ثانيه فمش هيعرف يتابعني. فمهم جدا للاولاد يا جماعه تحفظوهم التايمز تيبلز قبل ما تبداوا. يعني معلش اجل نفسك كده يومين ثلاثه مع الولد، راجع مع التيبلز قبل ما يبدأ عشان تطمن ان هو بيسمعني وبيستفيد. ولكل حبايبي اللي بيسمعوني، يا اولاد لازم نحفظ التيبلز كويس جدا علشان نعرف نحل بسرعة ونستفيد. يلا نبدأ مع بعضينا اول اكسرسايز. بيقول لي write the fraction that represents the colored part according to the whole figure as in the example. الفيجر ده متقسم كام بارت؟ 2 بارتس. يبقى نعمل التو تحت. واخدين منه كام بارت؟ واخدين منه 1 بارت، يبقى نكتب اللي احنا خدناه فوق. نيجي نشوف هنا الشكل ده كله بنعتبره هول 1، متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى نحط هنا في الدينومينيتور 7. طيب واخدين منه بقى كام بارت؟ 1 2 3 4 and 5. يبقى الفراكشن ده اسمه 5 اوفر 7، يعني الاجزاء اللي احنا واخدينها تمثل 5 from 7. طيب نيجي نشوف الهول 1 ده، الشكل ده متقسم لثلاث اجزاء بعتبرهم كلهم 1، وال1 كله اتقسم ل 3 بارتس. ال 3 بارتس دول بنحطهم تحت كده ليه؟ عشان الدينومينيتور بنحط فيه الاجزاء كلها. طيب احنا واخدين كام بارتس؟ واخدين 1 اند 2، واخدين 2 بارتس. يبقى الفراكشن ده ريبريزنتس 2 اوفر 3. يلا هنا الشكل كله بعتبره هول 1، متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 and 6، بنحط هنا 6. واخدين منهم كام بارت؟ 1 2، يبقى خدنا منهم 2.
يبقى لما اجي ابص على الشكل ده واقول انا واخد منه قد ايه، او الجزء ده يمثل ايه من الشكل كله، يمثل 2 over 6. يلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، خلاص اتعودنا بنحط الهول بارتس تحت هنا في الدينومينيتور. واخدين كام بارت؟ 1 2 3 4 and 5، يبقى هنا نحط 5. يلا هنا الشكل ده كله متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10، يبقى 10. واخدين منه كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى الفراكشن ده اللي هو الجزء ده من الهول 1 يعبر عن ايه؟ بيعبر عن 7 over 10. طب يلا اللي بعد كده، هنا الشكل ده متقسم كام بارتس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بارتس. هنا خدنا منه قد ايه؟ 1 2 3، اللي خدناه بنحطه في النيوميريتور. يبقى الفراكشن ده او الجزء من الهول 1 ريبريزنتس ايه؟ ريبريزنتس 3 over 8. طب يلا هنا نعمل لهم كاونتنج، ولا ممكن اقول 4 تايمز 4 يبقى كلهم 16. واخدين منهم كام واحد بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، خدنا منهم 8. يبقى مجموعه الفراكشنز دي كلها بتريبريزنتس ايه من الشكل كله اللي هو الهول 1؟ بتريبريزنتس 8 over 16. طب يلا الشكل ده هتقول لي يا مستر فين الهول 1؟ مش مشكله، انا بعتبر اي شكل عندي هول 1، حتى لو الشكل ناقص مش لازم يكون سيركل، انا بعتبر ده شكل، شكل كامل، ده هول 1 متقسم قد ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى الشكل ده ايا كان هو ايه قسمناه ل 6 بارتس. طيب ايه الجزء اللي انا واخده منه؟ واخد منه 1 2، يبقى احنا واخدين منه 2 بارتس. يبقى الجزء ده او الفراكشن ده بيريبريزنتس من الشكل كله 2 over 6. يلا بقى نحل بسرعة، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى نحط هنا 8. واخدين كام بارت من الشكل ده؟ واخدين 1. يلا هنا 1 2 3 4 5. ايه يا مستر ده different shapes، ده مش شكل واحد. لا، ما انا بعتبر ده كله whole one، يعني كل ده شكل واحد. يبقى هنا كام بارت؟ 5 بارتس. خدت منهم كام؟ خدت منهم 1 اهو، يبقى خدت منهم 1 بارت. طب وده؟ ده كل ده هول 1، شكل واحد كله. الشكل ده فيه كام بارت؟ فيه 4 بارتس. خدنا منهم قد ايه؟ خدنا منهم 1، نحط ال 1 لفوق كده. Exercise 2 بيقول لي color according to the fraction as in the example. هنا بيديني fraction بالنمبرز كده وعايزني الون الجزء اللي انا واخده من الهول 1. نبص هنا كده، هو مديني ايه؟ 1 over 4. انا لما اشوف فراكشن 1 over 4 افهم ايه؟ افهم ان الهول 1 زي ما انتم شايفين كده متقسم 4 بيسز. ال 1 ده بقى يعني ايه؟ يعني ان انا واخد بارت فروم ال 4. يبقى الجزء ده كده اسمه ايه؟ اسمه 1 over ال 4. اوكي، يلا اللي بعد كده. 5 over 6 نعمل ايه؟ ادي الهول 1 متقسم 6 بارتس، هناخد منهم 5، يبقى نلون ايه؟ نلون 5 ايه؟ 5 بارتس. طب يلا هنا 5 over 9 زي ما انتم شايفين كلهم 9. ال 5 دي معناها ايه؟ ناخد 5 بارتس من ال 9. يبقى ادي كده 1 2 3 4 and 5. المجموعة دي بقى اللي انا لونتها او الفراكشن ده من الشكل كله اسمه ايه؟ 5 over 9. يلا هنا 1 over 2. ايه الكلام الغريب ده؟ ازاي 1 over 2؟ احنا متفقين مع بعضينا ان اللي تحت ده معناه ان الشكل كله متقسم 2 بارتس. احنا بنبص هنا للشكل انا متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10، يعني المفروض يكون تحت فيه كام؟ فيه 10. هو بيقول لي 1 over 2 نعمل ايه؟ هنا لازم نجيب الايكويفالنت فراكشن. ال 1 over 2 لازم اجيب الايكويفالنت فراكشن بتاعها اللي فيه بدل ال 2 في الدينومينيتور يبقى 10. ال 2 علشان تبقى 10 نعمل فيها ايه؟ نعمل لها تايمز 5. وطالما غيرنا في الدينومينيتور لازم اغير في النيومريتور عشان اوصل للايكويفالنت فراكشن.
يبقى ال1 نعمل له تايمز 5 يديني ايه؟ يديني 5. ايه اللي احنا عملناه؟ جبنا الايكويفالنت فراكشن بتاع ال1 اوفر 2 اللي يخليني اقدر اتكلم عن الشكل ده مظبوط، لان الشكل ده متقسم 10 بارتس، يبقى لازم انا اخلي ال1 اوفر 2 حاجه اوفر 10 اللي هي 5 اوفر 10. يبقى دلوقتي ناخد كام بارت من هنا؟ ناخد 5. يبقى ال5 اوفر 10 هي هي 1 اوفر 2. يلا هنا 1 اوفر 4 نيجي نبص، ايه ده ازاي دول مش 4 خالص؟ امال دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يعني المفروض هنا يبقى حاجه ديفايدد 12. ليه هو عامل لي ديفايدد 4؟ عشان هو عايز يختبرني هل هعرف اجيب الايكويفالنت فراكشن بتاع ال1 اوفر 4 ولا لا. انا عارف ان ال4 عشان تبقى 12 لازم اعمل لها تايمز 3، يبقى برضو ال1 دي لازم اعمل لها تايمز 3 تديني كام؟ تديني 3. يبقى ال3 اوفر 12 is equivalent to 1 اوفر 4. يبقى نيجي نشتغل على الشكل ده بالفراكشن ده. نبص على الفراكشن ده بقى بيقول لي ايه؟ خد 3 from ال12. يبقى نلون ايه؟ نلون 3، ادي 1 2 اند 3. اوكي يلا بعد كده 2 اوفر 5 نيجي نبص هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى ازاي هاخد 2 اوفر 5؟ يبقى لازم اخلي 2 اوفر 5 حاجه ديفايدد 10. ال5 عشان نوصلها لل10 نعمل لها تايمز 2، ال2 ديت عشان نوصلها للايكويفالنت بتاعها لازم اعمل لها تايمز 2 تديني 4. يبقى ال4 اوفر is equivalent to 2 over 5. لكن لما اجي اشتغل على الشكل ده عشان هو متقسم 10 بارتس يبقى لازم اتعامل معاه بالشكل ده. هنا بيقول لي خد كام بارت؟ ناخد 4. يبقى كده نلون ايه؟ 4. ادي 1 2 3 اند 4. يبقى ال4 over 10 هي هي ال2 over 5، ممكن اعبر عنها بالشكل ده. يلا هنا 1 over 3 نفس الكلام، نيجي نبص 1 2 3 4 5 اند 6 وهو حاطط لي تحت 3، يبقى لازم اخلي ال 3 تبقى 6. ازاي؟ نعمل لل 3 تايمز 2، وطالما عملنا للدينومينيتور تايمز 2 لازم ال 1 اللي فوق ده اعمل له برضه تايمز 2 عشان اعرف اوصل للايكويفالنت فراكشن بتاع ال 1 اوفر 3. يبقى هنا 2 اوفر 6. يبقى لما يقول لي خد 1 بارت فروم 3 بارتس اكنه بيقول لي خد 2 بارتس فروم 6 بارتس. يبقى هنا نلون ال2 بارتس دول، ده كده وده كده. يلا نشوف هنا، هنا بيقول لي خد 2 فروم 3. نيجي نبص الاقي 1 2 3 4 5 6، ده انا عندي 6. هو بيقول لي 3 ازاي؟ ما هو عايز يختبرك هتعرف تطلع الايكويفالنت فراكشن ولا لا. يعني حول لي ال3 دي وصلها لي ل6 ازاي؟ نعمل تايمز 2. طب ينفع نعمل للدينومينيتور من غير ما نعمل للنيومريتور؟ لا طبعا، لازم اعمل برضو فوق تايمز 2 زي ما عملنا تحت. 2 تايمز 2 يديني 4. يبقى اشتغل على الهول 1 ده بالفراكشن ده. يبقى انا عندي ناخد 4 بارتس فروم 6. يبقى هنا نلون 4، 1 2 3 اند 4. يبقى الفراكشن ده او الجزء ده اسمه 4 اوفر 6. ولو قلنا 2 اوفر 3 تمام مفيش مشكله برضو لان الاثنين دول ايكويفالنت. طب يلا هنا نفس الكلام بيقول لي ريبريزنت 3 اوفر 4. نيجي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. الله دول يا مستر 8. هو بيقول لي هنا 4 ازاي؟ اقول لك مفيش مشكله، نخلي ال 4 8 ونجيب الايكويفالنت فراكشن بتاع 3 اوفر 4. ازاي يا مستر؟ ال 4 عشان توصلها لل 8 بنعمل ايه؟ بنعمل تايمز 2. يبقى برضو ال 3 دي نعمل لها تايمز 2 توصلني لل 6. يبقى ال 6 اوفر 8 هي هي 3 اوفر 4. يبقى نشتغل على الشكل ده بالفراكشن ده. الفراكشن بيقول لي ايه؟ تيك 6 بارتس فروم ال 8. يبقى نعمل ناخد كده، ادي 1 2 3 4 5 اند 6. يبقى الفراكشن ده او الجزء ده بيريبريزنت 6 اوفر 8 فروم ذا هول 1، وممكن نقول
الجزء ده برضو بيريبريزنت 3 اوفر 4. ليه؟ عشان ال 3 اوفر 4 از ايكويفالنت تو ال 6 اوفر 8، هما الاثنين زي بعض. يلا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 3. بيقول لي كومبليت ذا فولوينج تيبل. هنا مديني مجموعه بولز ويز ديفرنت كولرز، مجموعه كور بالوان مختلفه، وبيقول لي وات بارت از بلو او وات بارتس ار البلو، لان هنتكلم برضو عن الحاجات التانية دي. لما نيجي نبص للبلو هنا، لو هنعتبر كل ده هول 1، الجزء بتاع البلو بيريبريزنتس قد ايه من كل الكور دي؟ طب هم كلهم قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 اند 8، كلهم 8 والبلو جاست 1، يبقى 1 اوفر 8. طيب نيجي نشوف هنا، هم كلهم هنا كام؟ 1 2 3 4 5 اند 6، يبقى نكتب تحت كده 6. طب عندي كام واحده بلو؟ 1 2، يبقى هنا 2. يبقى البلو بولز ريبريزنت 2 فروم 6. اوكي؟ طب نيجي نشوف هنا كلهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اند 10. كلهم 10. البلو بولز عددهم قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى 5 اوفر 10. يلا نشوف اللي بعد كده. وات بارتس ار اليلو؟ المجموعه دي الجزء بتاع اليلو يمثل فيها قد ايه؟ طب هم كلهم كام؟ كلهم خلاص 8 زي ما احنا عاملينها فوق كده، طبعا عددهم مش هيتغير. طيب اليلو فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5. يبقى اليلو بولز ريبريزنت ا فراكشن اوف 5 اوفر 8 فروم الهول بولز. طيب يلا هنا، طبعا ده مش هيتغير وطبعا عددهم مش هيتغير. عندي كام واحده يلو؟ عندي هنا 1. عندنا كام واحدة يلو؟ 1 2 3. نيجي نشوف يلا البينك، وات بارتس ار البينك؟ عندي هنا 1 2 يبقى 2 اوفر 8، وهنا 1 2 3 يبقى 3 اوفر 6. طيب وهنا 1 2 يبقى 2 اوفر 10. السؤال اللي بعد كده، وات بارتس ار بينك اور بلو؟ البينك والبلو قد ايه؟ هنا 1 2 3 يبقى 3 اوفر 8، او ممكن نعمل اديشن للفراكشن ده مع الفراكشن ده. هنا يلا 5 اوفر 6 ليه؟ ادي 1 2 3 4 اند 5، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 7 اوفر 10. السؤال اللي بعد كده، وات بارتس ار نوت بلو؟ مين اللي مش بلو؟ هم دول 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 7 over ال 8، وهنا 1 2 3 4 يبقى 4 over 8، وطبعا هنا اللي متبقي 1 2 3 4 and 5 5 over 10. اكسرسايز جميل وسهل. يلا اللي بعد كده، complete the following table. لو انا عندي النيوميريتور 1 والدينوميريتور 4، يبقى الفراكشن اسمه ايه؟ 1 over 4، وبنقراه ازاي؟ 1 4. طيب هنا لما يكون النيوميريتور 2 والدينومينيتور 5، يبقى الفراكشن از 2 اوفر 5، وبنقراه ازاي؟ 2 فيفثز. لما يكون عندي النيومينيتور 2 والدينومينيتور 3، يبقى الفراكشن از 2 اوفر 3، نقراه ازاي؟ 2 ثيردز. يلا هنا الفراكشن ده النيوميريتور 5 والدينومينيتور 6، نقراه ازاي؟ 5 sixes. 5 يلا هنا 3 10، يبقى 3 tenses. 3 يلا 3 eightses، يعني 3 over 8، يبقى هنا 3 وهنا 8. 2 ninths، يعني هنا 2 وهنا 9، يبقى هنا 2 وهنا 9. نيجي نشوف اكسرسايز 5. بيقول لي كومبليت از ان ذا فولوينج اكزامبل. مدين هنا في الاكزامبل 1 اوفر 4 والايكويفالنت بتاعه 2 اوفر 8، وبيقول لي ان ال 1 اوفر 4 ممكن تعملها ريبريزنتيشن بالايه؟ بالشكل ده، وال 2 اوفر 8 ادي 2 فروم 8. ملاحظين ايه؟ ان الجزء ده هو هو بالظبط الجزء ده،
ليه الكلام ده؟ عشان هما الاثنين equivalent. نيجي هنا 1 over 2 equivalent الكام؟ الشكل ده عبارة عن ايه؟ 2 over 4. لان 2 علشان تبقى 4 اتعمل لها times 2. وعشان كده ال 1 عشان تبقى 2 اتعمل لها times 2. نيجي نشوف الشكلين دول زي بعض بالظبط، هما الاثنين equivalent. طيب يا ترى هل الفراكشن ده قد ده؟ بالظبط الفراكشن ده قد ده بالظبط. طب ده اسمه ايه؟ 2 over 3. نجيب دول ازاي؟ ممكن نعدهم، وممكن ايه كمان؟ اشوف ال 3 عشان تروح لل 6 تعمل لها تايمز 2. يعني الدينومينيتور ده ايكويفلنت لل 3، يبقى النيوميريتور بتاعه ايه عشان يبقى ايكويفلنت لل 2؟ يبقى نعمل لل 2 تايمز 2 تديني ايه؟ تديني 4. نيجي نعدهم 1 2 3 اند 4. يلا اللي بعد كده 3 over 5 اهو 1 2 3 parts from 5. عايز يقول لنا ان 3 over 5 هم بالظبط دول. طب دول كام دول؟ هي ال 5 قسمناها بقت كام؟ قسمناها 10 تعمل لها تايمز 2. يبقى ال 3 برضه يتعمل لها تايمز 2 تديني 6. يبقى 1 2 3 4 5 6 دول كده ايكويفلنت لدول. يبقى ال 6 over 10 بالظبط هم ال 3 over 5. نيجي نشوف هنا ادي ال 2 from ال 4. دول ايه؟ 1 2 3 4. ادي ال 4 from ال 8. زي بعض بالظبط. يبقى ال 2 over 4 هي 4 over 8. يلا هنا ده 1 from 2. طب دول كام؟ مش عايزين نعدهم، نعملها ازاي؟ نقول ال 2 عشان توصل لل 6 اتعمل لها تايمز 3. يبقى ال 1 نعمل له تايمز 3 يديني كام؟ يديني 3. نيجي نبص ادي 1 2 3. يبقى فعلا 3 over 6 هي بالظبط 1 over 2. يلا هنا الهول 1 ده الفراكشن ده اسمه ايه؟ اسمه 1 over 5. طب الشكل ده زيه بالظبط بس احنا مقسمين 10 بارتس، يعني ال 5 الايكوفلنت بتاعها هنا 10. يبقى ال 1 يبقى كام؟ ال 5 يتعمل لها تايمز 2. يبقى ال 1 يتعمل له تايمز 2 يبقى 2. نيجي نبص فعلا ادي 1 ادي 2. نيجي نشوف هنا ده 1 فروم 2 ايكوفلنت ل ايه؟ 1 2 3 4 اند 5. يعني ال 1 قدامه 5 في التقسيمه دي. هنا 1 2 3 4 5 خدنا منها 2 ادي 2 اوفر 5. لما نيجي نبص دول بالظبط قدهم. طب دول كام؟ دول 4. يبقى ال 2 اوفر 5 وال 4 اوفر 10 الاثنين ار ايكويفالنت فراكشنز. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي كومبليت ال 1 مين الايكويفالنت فراكشنز بتوعه؟ ال 1 احنا اتفقنا ممكن اعبر عنه بفراكشن النيوميريتور والدينومينيتور نفس النمبر. يعني لو النيوميريتور 3 يبقى لازم يكون الدينومينيتور 3، ولو الدينومينيتور 8 يبقى لازم النيوميريتور 8. يبقى 10 اوفر 10 و5 اوفر 5. طب يلا هنا ال1 اوفر 2 عايزين نجيب لها مجموعه من الايكويفالنت فراكشنز، بنعمل ايه؟ هو بيقول لي ال1 بقى 5، ازاي ال1 يبقى 5؟ يتعمل له تايمز الايه؟ تايمز ال5. يبقى لازم اعمل لل2 تايمز ال5 تديني كام؟ تديني 10. يبقى ال 5 over 10 is equivalent to ال 1 over 2. ما بنقولش ان هما equal، بنقول هما equivalent. طيب هنا ال 1 عشان تبقى 3 يتعمل لها تايمز ايه؟ تايمز 3. يبقى برضه لازم نعمل لل 2 تايمز 3 يديني 6. ال 1 عشان يبقى 6 اتعمل له تايمز 6، يبقى لازم ال 2 اعمل لها تايمز 6 تبقى 12. ازاي ال 2 تبقى 20؟ يتعمل لها تايمز 10. يبقى لازم ال1 ده اعمل له تايمز 10 برضو يديني 10. يبقى ال10 اوفر 20 از ايكويفالنت تو ال1 اوفر 2. عشان كده يا اولاد بقول لكم التايمز تيبلز مهمه جدا، من غير التيبلز هنبقى ضعاف قوي في درس الفراكشن. يلا ال1 اوفر 3 ال1 بقت 2 اتعمل لها تايمز 2. يبقى نعمل لل3 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 6. ال1 ازاي بقت 3 اتعمل لها تايمز 3؟ يبقى نعمل لل 3 تايمز 3 تديني 9. ازاي ال 3 بقت 15؟ اتعمل لل 3 تايمز 5، يبقى لازم اعمل لل 1 تايمز 5 تديني 5. نيجي نشوف ال 9 دي. ال 9 دي جات لي من ال 3 ولا من ال 1؟ ال 9 دي موجوده في النيوميريتور، يبقى اكيد ال 9 دي ايكويفالنت للنيوميريتور ده.
يعني دي قصاد النيوميريتور ده، يبقى ال1 عشان تبقى 9 اتعمل لها ايه؟ اتعمل لها تايمز 9، يبقى لازم اعمل لل3 دي تايمز 9 تديني كام؟ تديني 27. نيجي نشوف هنا ال3 عشان تبقى 30 تعمل لها ايه؟ تايمز 10، يبقى لازم اعمل لل1 برضو تايمز 10 تديني كام؟ تديني 10. يلا اللي بعد كده ال2 عشان تبقى 4 اتعمل لها كام؟ تايمز 2، يبقى لازم اعمل لل5 تايمز 2 تديني 10. ال2 عشان تبقى 6 اتعمل لها ايه؟ اتعمل لها تايمز 3، يبقى عشان كده ال5 اعمل لها برضو تايمز 3 تديني 15. يبقى انا بجيب الايكويفالنت فراكشنز عن طريق المالتيبليكيشنز في الاكسرسايز ده. هنا ال5 بقت 25، حصل لها ايه؟ قلنا 5 تايمز 5، يبقى لازم اقول 2 تايمز 5 تديني كام؟ تديني 10. طيب هنا ال2 عشان تبقى 18 تعمل لها تايمز 9، عشان كده ال5 تايمز 9 يديني 45. يلا هنا 5 بقت 50 تعمل لها تايمز 10، عشان كده ال2 دي نعمل لها تايمز 10 تديني 20. 3 اوفر 4، ال8 دي جات لي من ال4 ولا من ال3؟ ال8 دي موجوده في الدينومينيتور، يبقى اكيد هي جات لي من ال4. حصل لل4 ايه؟ حصل لها تايمز 2، عشان كده ال3 دي نعمل لها تايمز 2 تديني 6. طيب ال9 جت ازاي؟ 3 تايمز 3، يبقى نعمل 4 تايمز 3 يديني 12. يلا نحل اسرع شويه بقى، ال4 بقت 20 اتعمل لها تايمز ايه؟ تايمز 5، يبقى نعمل لل3 تايمز 5 يديني 15. ال3 بقت 30 ازاي؟ عملنا لل3 تايمز 10، يبقى اعمل برضو لل4 تايمز 10 يديني 40. اللي بعد كده ال4 بقت 12 اتعمل لها تايمز كام؟ اتعمل لها تايمز 3، يبقى نعمل لل7 تايمز 3 يديني 21. ال4 بقت 20 تعمل لها تايمز 5، يبقى 7 تايمز 5 35. ال4 عشان تبقى 8 تعمل لها تايمز 2، عشان كده ال7 نعمل لها تايمز 2 تبقى 14. ال7 بقت 77 سهله تبقى 11، يبقى نعمل 4 تايمز 11 يديني 44. اكسرسايز 7 بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. الاكزامبل اللي قدامنا بيقول لي 35 divided 7 equal 5 over 1، طالما equal يبقى الفراكشن ده is equivalent للفراكشن ده. بس احنا شفنا في الاكسرسايز اللي فات انا كنت بعمل multiplication، كان النمبر عندي بيزيد، المره دي 35 بقت 5، ايه اللي حصل؟ اتعمل لها divided 7. هو انا يا مستر ممكن اعمل division للفراكشن؟ ايوه اكني بعمل simplification. هنا عملت divided 7 وهنا برضو عملت divided كام؟ divided 7. الكلام ده يوصلني برضو ل equal fractions او equivalent fractions. طب ال 5 divided 1 يديني 5. يلا هنا ال 5 عشان تبقى 1 اتعمل لها divided كام؟ divided 5، يبقى نعمل لل 15 divided 5 يديني كام؟ يديني 3. 3 over ال 1 يديني 3. 30 divided 10، ال 30 عشان تبقى 3 يتعمل لها divided كام؟ divided 10، يبقى نعمل لل 10 divided 10 توصلني لل 1، يبقى ال 30 over ال 10 هي 3 over 1. طب 3 over 1 يديني كام؟ يديني 3. جميل قوي. طيب يلا بعد كده 50 divided 10، انا شايف ايه؟ ال 10 بقت كام؟ بقت 1. ازاي ال 10 تبقى 1؟ اكيد اتعمل لها ديفيجن. ديفايدد كام؟ ديفايدد 10، يبقى نعمل لل50 ديفايدد 10 يديني كام؟ يديني 5. طب 5 اوفر 1 يديني 5. 6 ديفايدد 2، ال6 عشان تبقى 3 اتعمل لها ديفايدد 2، يبقى 2 نعمل لها ديفايدد 2 تديني 1، يبقى 3 اوفر 1 يديني 3. يلا هنا ال5 عشان تبقى 1 divided 5، يبقى 20 divided 5 يديني 4، و 4 divided 1 يديني 4. 20 over 7، ايه ده؟ ده هو مش موضح لي اعمل ايه. طب احنا نعمل ايه عشان نجيب equivalent ليها؟ ال 7 ده يا اولاد احنا عارفين ان هو برايم،
يعني 1 تايمز الايه ال 7، يعني ال 7 از ديفيزبل باي ال 1 وال 7 اتسلف. يبقى هعمل لل 7 ديفايدد 7 يديني كام؟ يديني 1. واعمل لل 28 ديفايدد 7 يديني ال 4. يبقى 4 ديفايدد 1 يديني 4. هنا ال 5 ازاي تبقى 1 ديفايدد 5؟ يبقى 30 ديفايدد 5 يديني 6، 6 اوفر 1 يديني 6. 80 ديفايدد 8، ال 8 نعمل لها ديفايدد 8 تديني 1، وال 80 ديفايدد 8 تديني 10، 10 ديفايدد 1 يديني 10. يلا اللي بعد كده ال 3 بقت 1، ازاي اتعمل لها ديفايدد 3؟ يبقى نعمل لل 48 ديفايدد 3 يديني كام؟ يلا نعمل ديفيجن. بنعمل ديفيجن ازاي؟ من الليفت، او نعمل لونج ديفيجن، بس مش مستاهله لونج ديفيجن دي. يعني ممكن نقول كده 4 ديفايدد 3 يديني كام؟ 4 ديفايدد 3 يديني 1، وهيكون معايا 1 as a remainder. نحط الريميندر بسايد ال 8 كده، ال 1 وجنبيها ال 8 تبقى 18. 18 ديفايدد 3 يديني 6، 16 ديفايدد 1 يديني 16. يلا هنا ال 3 نعمل لها ديفايدد 3 يديني 1. يلا نعمل لل 90 ديفايدد 3، 9 ديفايدد 3 يديني 3، 0 ديفايدد 3 يديني 0، 30 اوفر 1 يديني 30. نيجي نشوف هنا، نبص ال 54 مش مديني قدامها حاجه، وده مفيش برضك قدامه حاجه. الله، طب انا هعرف ازاي؟ طب ما احنا نمشي من هنا بقى. ال 9 دي جت ازاي؟ 9 اوفر 1. يبقى انا امشي في المساله دي بالعكس، عشان ال 9 توصل لل 54 اتعمل لها ايه؟ تايمز ال 6. يبقى نعمل لل 1 تايمز ال 6 تديني ايه؟ تديني 6. يلا هنا نفس الكلام، ال 6 بتيجي منين؟ 6 اوفر ال 1. ال 1 بقت 7 ازاي؟ تايمز 7. يبقى انا ال 6 اعمل لها تايمز 7 تديني 42. يلا اللي بعد كده كومبليت، مديني 1 اوفر 2 وعايز اشوف الايكويفالنت. النيوميريتور اللي هو 1 بيقول لي عايزين نخليه 5، يبقى ال 2 تبقى كام؟ ال 1 عشان تبقى 5 اتعمل لها تايمز 5. يبقى نعمل لل 2 تايمز 5 تديني كام؟ تديني 10. 5 اوفر 15. ناخد بالنا بقى، هنا مره هنعمل ملتيبليكيشن وممكن نعمل ديفيجن. ال 15 عشان توصل لل 3 اتعمل لها ديفايدد ال 5. يبقى نعمل لل 5 ديفايدد 5 يديني كام؟ يديني 1. هنا ال 3 عشان توصل لل 9 اتعمل لها تايمز 3، عشان كده ال 5 نعمل لها تايمز 3 تديني 15. زي ما انتم شايفين الريفيجن كلها على الايكويفالنت فراكشن. ال 8 ازاي تبقى 48؟ اللي حافظين التيبل هقول يا مستر تايمز ال 6، اقول لهم برافو عليكم. طيب ال 9 بقى تايمز ال 6 ايكوال كام؟ 54. برافو. يلا هنا نمشي ازاي؟ ال 18 بقت دي قلت، يبقى اتعمل لها ديفيجن. ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. يبقى نعمل لل 16 ديفايدد 2 يديني ال 8. ال 5 عشان تبقى 30 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز ال 6. يبقى نعمل لل 7 تايمز ال 6 يديني 42. يلا هنا ال 13 بقت 26. الله، هو مين اللي بقى مين؟ ده المفروض ال 26 هو اللي بقى 13، لان انا ماشي كده. ازاي ال 26 توصل لل 13؟ طب ما تيجي نشوف تيبل 13. 1 تايمز 13 يديني 13، 2 تايمز 13 يديني كام؟ بنعمل ملتيبليكيشن فروم ذا رايت، يعني 2 تايمز 3 يديني 6، و2 تايمز 1 يديني 2. الملتيبليكيشن من الرايت لكن الديفيجن من الليفت. يبقى معنى كده ان ال 26 عشان توصل لل 13 يتعمل لها ديفايدد 2. يبقى نعمل لل 4 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2 يديني 2. نيجي هنا ال 72 عشان تبقى 9 يتعمل لها ايه؟ ديفايدد 8. يبقى اعمل لل 32 ديفايدد ال 8 يديني كام؟ يديني 4. نيجي نشوف اكسرسايز 9، بيقول لي simplify each of the following fractions as in the example.
هنا simplify يعني لازم نعمل division over ال highest common factor. ناخد بالنا ده طبعا equivalent لده، لكن انا بدور على اقل fraction يكون في numerator ودينومينيتور. يعني ال 3 divided 3 يديني 1 وال 6 divided 3 يديني 2. طيب نيجي هنا ال 5 نعمل لها divided ايه؟ divided 5 يديني 1 وال 10 divided 5 يديني 2. هنا ال 2 divided 2 يديني 1 وال 6 divided 2 يديني 3. دايما في السمبليفاي بعمل على طول division، ما بنعملش multiplication خالص. طيب نركز بقى هنا، هنا خدوا بالكوا بقى، هنا 6 وهنا 12. لو قلت لل 6 مثلا divided 2 يديني كام؟ لو قلنا لل 6 divided 2 يديني 3، ولو عملنا لل 12 divided 2 يديني كام؟ يديني 6. هل ينفع نقول ان 3 over 6 ده simplest form؟ ها؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان لسه النيوميريتور والدينومينيتور ممكن اعمل لهم ديفيجن هما الاثنين اوفر كام؟ اوفر 3. 3 ديفايدد 3 يديني 1 و 6 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 2. يبقى هو ده السمبلست فورم. يبقى انا المساله دي لما تجيلي في الاول نعمل لها ايه؟ لو هي كده 6 ديفايدد 12 نقول ايه؟ divided 6 على طول تديني 1 وال 12 divided 6 تديني كام؟ تديني 2. يبقى احنا في السمبلست فورم بنحاول نعمل ديفيجن على الهايست كومون فاكتور. يلا 6 اوفر 9 الاثنين في تيبل 3 نعمل لل 6 divided 3 تديني 2 وال 9 divided 3 تديني كام؟ تديني 3. ال 2 اوفر 3 ينفع انزلها اكتر من كده؟ يعني هما الاثنين divisible by common factor؟ لا طبعا، ده اخر حاجة. يبقى خلاص، يبقى دي simplest form. يلا هنا 5 over 20 5 divided 5 يديني 1 20 divided 5 يديني 4. يبقى ده اسمه simplest form، الاثنين equivalent، لكن مين فيهم simplest form؟ هو ده. طب هنا يلا 6 over 21 هل ينفع اقول divided 6؟ لو قلنا divided 6 يديني 1، ال 21 ما ينفعش اعمل لها divided 6. طب ال 21 في تيبل 3 يبقى نعمل لل 6 divided 3 يديني 2 ونعمل لل 21 divided 3 يديني 7. يبقى هما الاثنين equivalent، لكن مين فيهم في السمبلست فورم؟ ده اللي في السمبلست فورم، ده اللي نفهمه بسرعه. لما اقول لك انت نصيبك 2 over 7 تفهم اسرع ولا لما اقول لك 6 اوفر 21 مخك لسه هيشتغل كتير عشان يفهم ال 6 اوفر 21 دي عامله ازاي؟ لكن لما اقول لك 2 اوفر 7 على طول تعمل سيركل وتقسمها 7 بارتس وتدي لنفسك 2، تقدر تتخيل انت خدت قد ايه. يلا اللي بعد كده 10 اوفر 35 اي حاجه بتبدا ب 0 او 5 يبقى على طول ديفيزبل باي 5. خدنا الكلام ده في الفيرست تيرم. 10 divided 5 يديني 2، 35 divided 5 يديني 7. هما الاثنين equivalent لكن ده في simplest form. 7 over 21 الاثنين divisible by 7، 7 divided 7 يديني 1، 21 divided 7 يديني كام؟ يديني 3. هما الاثنين equivalent لكن مين فيهم في simplest form؟ هو ده. يلا هنا 15 موجودين في تيبل كام؟ اللي حافظين بقى التيبل كويس هقول يا مستر في تيبل 3، يعني نعمل لل 15 ديفايدد 3 ونعمل لل 27 ديفايدد 3. دي تديني 5 ودي تديني 9. يبقى ال 5 اوفر ال 9 هي السمبلست فورم بتاعت الفراكشن ده. يلا 8 و32 ال 32 اصلا 8 تايمز 4، يبقى ممكن نعمل divided 8 هنا وهنا. 8 divided 8 يديني 1، 32 divided 8 يديني كام؟ يديني 4. يبقى 1 over 4. 15 24 تيبل كام ده؟ تيبل 3. يبقى 15 divided 3 يديني 5
و 24 divided 3 يديني 8. 9 over 81. 9 divided 9 يديني 1. 81 divided 9 يديني 9. يلا 12 و اللي حافظين التيبل هيقول يا مستر موجودين في تيبل 6، يعني ممكن نعمل ال 12 divided 6 يديني 2 و 42 divided 6 يديني 7. هنا 40 و 54 divided 5 يديني 8 divided 5 يديني 9. هنا 28 في تيبل 7، 28 divided 7 يديني 4 و 70 divided 7 يديني 10. Exercise 10 بيقول لنا complete each of the following using less than, greater than or equal as in the example. يجي نبص هنا، نبص أول واحدة 1 over 5 و 2 over 5 مين الجريتر؟ هل الدينومينيتور زي الدينومينيتور؟ أيوة ال 5 زي ال 5 خلاص، يبقى the greater the numerator the greater the fraction، يبقى ال 2 over 5 هو ال greater than 1 over 5. هنا ال 6 زي ال 6 يعني ال 2 denominators are the same، يبقى the greater the numerator the greater the fraction، اللي النيوميريتور بتاعه كبير يبقى الفراكشن كله هو الجريتر. هنا 5 و 8 مش هينفع، لكن نبص نلاقي هنا في 7 ونلاقي هنا في 7، طالما النيوميريتور قد النيوميريتور يبقى اللي الدينومينيتور بتاعه صغير يبقى هو الكبير. The smaller the denominator the greater the fraction، يبقى ده كده هو الكبير. ليه؟ علشان النيوميريتور هو النيوميريتور، هنا الدينومينيتور قد الدينومينيتور يبقى هنا ال 8 اكبر من ال 6 يبقى الفراكشن ده هو الجريتر. نبص هنا عندي ال 3 وال 6 وعندي 1 و 4 مفيش حاجه متساويه خالص، نعمل ايه؟ يبقى لازم اوصل الفراكشن ده الدينومينيتور بتاعه يبقى زي ده، يبقى احنا ناخد ال 1 over 3 بتيكوال كام over 6 عشان اعرف اقارن، اجيب الايكويفالنت بتاع ال 1 over 3 لما يكون الدينومينيتور بتاعه ب 6، ال 3 عشان توصل لل 6 عملنا لها تايمز 2، يبقى 1 تايمز 2 يديني 2، يبقى ال 1 over 3 هي 2 over 6. الشكل ده اقدر اعمل كومبير ما بينه وما بين الشكل ده، التو دينومينيتورز ار ذا سيم سو ذا جريتر ذا نيوميريتور ذا جريتر ذا فراكشن، يبقى الفراكشن ده هو الكبير. يلا هنا عندي ديفرنت دينومينيتورز وديفرنت نيوميريتورز، يبقى نخلي ده كده زي ده، يبقى ال 5 اوفر ال 7 عايزين نوصل ال 7 لل 21 نعمل لها ايه؟ نعمل لها تايمز 3. يلا ال 5 نعمل لها تايمز 3 تديني كام؟ تديني 15، ده زي ده بالظبط، يبقى الاثنين ايكوال. اللي بعد كده 3 اوفر 3 و 5 اوفر 5 سهله قوي، ليه؟ لان 3 اوفر 3 تديني 1 وال 5 اوفر 5 تديني 1، يبقى الاثنين ايكوال. هنا ده 1 و 10 اوفر 10 هي مش 10 اوفر 10 هي 1، يبقى الاثنين برضو ايكوال. يلا هنا 1 و 5 over 9، مش احنا قلنا ان ال 1 ده ممكن نخليه اي حاجه اوفر اي حاجه، بس علشان يساعدني في المساله نروح نبص للدينومينيتور ده نلاقيه كام؟ 9، يبقى نخليه 9 over 9. يبقى لما يكون ده 9 وده 9 يبقى ذا جريتر ذا نيوميريتور ذا جريتر ذا فراكشن، ال 9 اكبر من ال 5 يبقى ده على طول الكبير. يلا هنا 1 over 7 و 1 over 3 النيوميريتور قد النيوميريتور، يبقى الفراكشن اللي الدينومينيتور بتاعه صغير هو اللي كبير، يعني the smaller the denominator the greater the fraction. يلا هنا ال 8 زي ال 8 يبقى اللي الدينومينيتور بتاعه اقل هو الايه؟ هو الجريتر. يلا 8 و 8 يبقى ال 3 هو الجريتر. Exercise 11 بيقول لي arrange each of the following in an ascending order، يعني from the smallest to the greatest as in the example. هنا الاكزامبل زي ما انتم شايفين عندي مجموعه فراكشنز كلهم ليهم نفس الدينومينيتورز، يبقى طبيعي اللي النيوميريتور بتاعه قليل هو اللي قليل، يبقى رتبناهم خدنا ده الاول وده بعديه وده بعديه وده بعديه. كذلك هنا برضو هنا عندي نفس الدينومينيتورز هنا وهنا وهنا، ده مختلف يبقى لازم نغير ده الاول، التو
over 3 يبقى كام over 6؟ يبقى 4 over 6. يبقى أصغر واحد ده وبعديه ده وبعديه ده اللي هو 2 over 3 كتبناه أهو، وبعد كده نزلنا 5 over 6 أكبر حاجة. يلا نرتب كده مع بعضين المجموعة ديت. كلهم ليهم نفس الدينومينيتورز، يبقى اللي هيكون عنده smallest numerator هيكون هو أقل واحد، يبقى ده أقل واحد اللي هو 2 over 10 خلاص خدناه. يبقى دول ناخد مين؟ 3 over 10 بعديه، مين بعديه؟ 5 over 10، مين بعديه؟ 9 over 10. نيجي نشوف اللي بعد كده، كل الفراكشنز هاف ايكوال دينومينيتورز، تبقى سهله. اللي ليه اقل نيوميريتور يبقى هو اقل واحد، يبقى مين هو اقل واحد؟ 1 اوفر 9 خلاص خدناه. مين اللي بعديه؟ 3 اوفر 9. اللي بعده مين؟ 5 اوفر 9. واللي بعده 6 اوفر 9. اللي بعد كده عندي هنا 7 و7 و7، ال1 ده نخليه ايه؟ نخليه 7 over 7. يبقى كلهم have the same denominator، يبقى سهل عليا ان انا ارتبهم. مين اقل واحد؟ 2 over 7. اللي بعديه مين؟ 3 over 7. يبقى خدنا ده وخدنا ده. اللي بعديه مين؟ 5 over 7. اللي بعديه مين؟ 7 over 7. اصلها ايه؟ اصلها ال1، نكتب اصل النمبر. يلا اللي بعد كده، هل كلهم هاف ذا سيم دينومينيتور؟ عندي 12 12 12. طب ال3 over 4 نظبطها الاول. ال3 over 4 نجيب الايكويفالنت بتاعها اللي الدينومينيتور بتاعه 12، نعمل ايه في ال4؟ نعمل لها تايمز 3. يلا نعمل لل3 تايمز 3 تديني كام؟ 9. يبقى ال3 over 4 هي 9 over 12. يبقى انا اقدر اقارن ما بينهم دلوقتي. مين اقل واحد ده؟ over 12. مين اللي بعده؟ 10 ولا 9 ولا 11؟ لا 9 over 12 اللي هو اصله ايه؟ اصله 3 over 4. وبعدين ناخد 10 over 12 وبعد كده 11 over 12. يلا اللي بعد كده، عندي هنا 8 وعندي هنا 8. طب وال1 نخليه 8 over 8. يبقى انا نشتغل على 1 over 2. ال1 over 2 نجيب الايكويفالنت بتاعه اللي فيه الدينومينيتور ب 8 عشان يبقى زي اخواته. طب ال2 عشان نوصلها لل8 نعمل ايه؟ تايمز 4. يبقى ال1 تايمز 4 يديني 4. يبقى ده كده ال1 over 2 هو ال4 over 8. يلا نرتب، مين اقل واحد ده؟ 1 over 8. مين اللي بعده؟ 3 over 8. مين اللي بعده؟ 4 over 8 اللي هو ايه؟ اللي هو 1 over 2. مين اللي بعد كده؟ 8 over 8 اللي هو ايه؟ اللي هو 1. اكسرسايز سهل وجميل. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لي place each of the following fractions in the suitable place. بيديني مجموعه فراكشنز 7 اوفر 10 9 اوفر 10 1 اوفر 2 3 اوفر 10. اولا 1 اوفر 2 مختلف عنهم، يلا نخلي بس الاول ال1 اوفر 2 زيهم. هو ال1 اوفر 2 عشان يبقى هنا 10 بنعمل ايه؟ ال2 نعمل لها تايمز 5 تبقى 10. يبقى ال1 نعمل له تايمز 5 يبقى كام؟ يبقى 5. يبقى ال1 اوفر 2 مكانه 5 اوفر 10. طيب عايزين نفهم بقى الايه الرسمه دي. هو هنا من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد ال1. يبقى مين كل ده؟ يبقى كل الرسمه دي الهول 1، ده ال1 كله. وايه اللي حصل له؟ اتقسم. اتقسم كام بارت؟ يلا نعدهم. ادي كده اول بارت 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خدت بالكو؟ يبقى انا فعلا قسمت اللاين ده ل 10 بارتس. يبقى اللاين ده كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10
over 10 لو خدناه كله. طيب لو خدنا الحتة الصغيرة دي يبقى أنا خدت منه قد إيه؟ يعني الفراكشن ده الحتة الصغيرة دي اسمها إيه؟ اسمها 1/10 لأن هو كله 10 بارتس. طيب ولو خدنا الاتنين دول، لو خدنا من هنا كده لحد هنا يبقى الفراكشن ده اسمه إيه؟ اسمه 2/10. الحتة دي كلها الجزء ده بيريبريزنت قد إيه من كل ده؟ بيريبريزنت 2/10. تمام؟ يبقى معنى كده ان البوينت دي 2/10. طب هنا بقى يبقى كام؟ يبقى 3/ الايه؟ اوفر ال 10. يعني ايه 3/10؟ يعني الحته دي كلها 3/10. طب وهنا 4/10. طب لو جينا هنا يبقى ايه؟ يبقى 5/10. يعني من اول هنا لحد هنا كده كل دول عباره عن 5 بارتس فروم ال 10 بارتس دول كلهم. طيب هنا 6/10، هنا يبقى ايه؟ 7/10. وهنا 8/10، وهنا 9/10. طبعا هنا معلش هنكتب هنا ايه؟ 1/2. يبقى هنعمل هنا 1/2. يلا اللي بعديها. يلا في الاول نوضب ال 1/2 وال 1/4. هي ال 1/2 عايزين نوصلها لل 8. يبقى 2 تايمز 4 يديني 8 و 1 تايمز 4 يديني 4. يبقى ال 1/2 مكانها 4/8. ايه كمان؟ ال 1/4 لما نخلي ال 4/8 عملنا تايمز 2، يبقى 1 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 2. يبقى انا كده عندي ال 5/8 و 7/8 و 4/8 و 2/8. يلا نفهم بقى الرسمه دي. ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن الهول 1 متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. عشان كده قلنا divided 8. يبقى الحتة الصغنونة دي لو خدت البارت ده كده يبقى انا واخد قد ايه؟ واخد 1/8. طب لو خدت بقى الاتنين دول يبقى انا وصلت لحد فين؟ يبقى انا خدت قد ايه من الهول 1؟ خدت 2/8 اللي هو كام؟ اللي هو 1/4. هنا 3/8، هنا 4/8 اللي هو كام؟ اللي هو 1/2. طب هنا 5/8، 6/8، كل الحته دي كلها عباره عن 7 بارتس فروم ال 8 بارتس. يبقى هنا 7/8. اكسرسايز جميل وعايزكم تفهموه كويس. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 13، اخر اكسرسايز معانا عن الاديشن والسبتراكشن. يلا هنا الاديشن كنا بنعمله ازاي؟ سهل جدا، طالما نفس الدينومينيتورز هنا 5 وهنا 5 يبقى الانسر بتاعتي الدينومينيتور بتاعها 5، ونقول 1 بلس 2 يديني 3. هنا 5/7 بلس 1/7 ليهم نفس الدينومينيتورز، خلاص نحط هنا 7 وعلى طول نقول 5 بلس 1. سهله جدا. نبص هنا بقى الساين عندي هنا ماينس عشان ما نعملهاش بلس واحنا مش واخدين بالنا. نفس الدينومينيتورز يبقى 9، ونعمل ايه فوق؟ 7 ماينس 5 يديني 2. هنا 11 و11 يبقى نحط نفس الدينومينيتور، 6 ماينس 3 يديني 3. يلا اللي بعديها. هنا 2/7 بلس ايه يديني 6/7؟ اولا نحط نفس الدينومينيتور، نزود على 2 كام عشان تبقى 6؟ نزود 4. هنا 5 نحط هنا 5، نزود على 2 كام عشان تبقى 3؟ نزود 1. يلا هنا نحط برضو 7. 4 ماينس كام يديني 1؟ 4 ماينس 3. هنا ال 1 ده يا اولاد عباره عن ايه؟ ناخد بالنا بقى، ال 1 ده عباره عن 4 ديفايدد 4. يعني ممكن نخلي هنا 4 واقول ال 3 ازود عليها كام عشان تبقى 4؟ ازود 1. اوكي؟ طب يلا هنا عايزين نعمل ماينس. هنا 1 ماينس 1/4، طب ما نخلي ال 1 ده ها نخليه ايه؟ نروح نبص نلاقي 4، يبقى نخليه 4/4. وننزل هنا ال 4 واقول كده 4 ماينس 1 يديني كام؟ يديني 3. طب يلا هنا ال 1 ده عباره عن ايه؟ نبص بعينينا هنا نلاقي 5، يبقى المره دي اخده 5
divided ال 5 ونخلي هنا 5. نسأل نفسنا ال 5 نشيل منها كم تبقى 1؟ نشيل منها 4. وبكده يا حبايبي يبقى وصلنا لنهاية lesson 1. عملنا revision على كل الحاجات اللي خدناها قبل كده في fractions. يا ريت الدرس ده تهتموا بيه جدا علشان كل اللي قلناه هنستعمله تاني في الدروس الجاية. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.